من هذه الظاهرة ديال الشيشة داخل المنتخب المغربي كانت منذ زمن بعيد داخل المنتخب المغربي. ويمكن نقول أن المرحلة الوحيدة اللي ما كانش فيها هذا التعاطي ديال الشيشة وهذا الانحلال الأخلاقي هي المرحلة ديال الزكي. وكان أعتقد أيضا أن هذه كانت هي من العوامل اللي خلت مجموعة من اللاعبين يشتكوا من الزكي، لأنه كان فرض الاحترام والقيم داخل المعسكرات داخل المعسكرات ديال المنتخب الوطني المغربي. التوضيح الثاني هو أن ما وقع اللاعب ديال المنتخب المغربي لا يعتبر في يوم عطلة، لأنه كان هو يوم للاستراحة داخل معسكر المنتخب المغربي، بمعنى أنه محسوب على المعسكر ديال المنتخب المغربي. المؤلم ماشي هو السلوك ديال اللاعبين، السلوك ديال اللاعبين سلوك طائش مستفز الأخلاق في استهتار بالنشيد الوطني وبالعلم الوطني، ولكن المؤلم أكثر هو الموقف السلبي ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الموقف السلبي فين كيتجسد بالأساس؟ كيتجسد فكيف يعقل فضيحة بهذه القوة وبهذا الاستفزاز المشاعر المغاربة، وأن ما يتخذش حتى قرار بالمقابل اتخذ قرار في حق الأولمبيين. بل أخطر من ذلك هو أن الجامعة في البلاغ ديالها وكأنها تشرعين التعاطي للشيشة أو المنشطة وما شاء ذلك والحشيش والشراب إلى غير ذلك فقط أن يكون داخل مقر إقامة المنتخب المغربي. بمعنى اللعيبي إلا قدر يسلت من المعسكر ويمشي ويسكن وداك الشيء ماشي ما عندهاش بالنسبة لها مشكل. دونك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنا بالنسبة إلي وفي قراءتي الشخصية أنها أعطت ورخصت للاعب المنتخب الوطني المغربي بالتعاطي للشيشة شريطة أن لا يكون داخل مقر الإقامة.